تحيتنا لكم واهلا بكل الاصدقاء اللي عم بيتابعوا حلقه جديده من مشاكل وحلول. بس نقول حلقه جديده بنكون متاملين نقول موضوع جديد ولقي الحل، ولكن واسفاه انجاز التعبير ببعض الاحيان بنرجع لحتى نسترجع نحن وانتم بعض الموضوعات المهمه والمفترض ان تشهد حلول. موضوعنا اليوم مهم، البعض قال عنه مثير للاهتمام، لأنه معالي وزير التربية والتعليم العالي كان أحال 65 مدرسة خاصة على القضاء التحكيمي. تما نطول عليكم بالتفسيرات والتبريرات مع ضيوفنا اليوم، رح نحاول أن نضوي على هذا الموضوع، وبتمنى من الأصدقاء اللي عندهم موضوع بهذا التوجه بيقدروا يتواصلوا معنا بالبرنامج. مع ضيوفنا رئيس مصلحة التعليم الخاص بوزارة التربية عماد الأشقر، شرفت واهلا وسهلا فيك. الله فيك. كمان بنرحب برئيس اتحاد لجان الاهل بالمدارس الكاثوليكيه ببيروت كامل ريشاني، اهلا وسهلا فيك استاذ كامل. حصلنا الشرف. ما لنا زمان التقينا سوا، ولكن قلت لي رح نرجع نلتقي وعلى الهواء وعدت. ومن خلال احاله معالي الوزير للمدارس على القضاء التحكيمي، البعض قال سابقا، البعض قال خطوه جريئه جدا جدا جدا. من خلال المعطيات المستجدة كيف يعني قرأوها الناس، يعني أصحاب الشأن المباشرة وأنتم كإدارة؟ أول شيء صباح الخير حاج لألك ولمشاهدينك، وصرت حس حالي بين عائلتي أنا. أهلا وسهلا فيك. قد ما تكرر ظهوري عندك بالبرنامج وبتشرف دايما أظهر. نعم تسلم. مع حضرتك أول شيء هن 71 مدرسة. نعم. مش 65 بس في. وتاني شغلة في اشياء ادرجت بالصحافه، في جدول ادرج بالصحافه، ما بعرف منين واصل للصحافه انه مش الجدول اللي عندنا. وثالث شغله ما انه شيء جديد على وزير التربيه يحيل مدرسه قدام المجلس التحكيمي. نعم. هلا شيء جديد يحيلها بهالموضوع؟ نعم. ايه بس قبل كانت تنحيل المدارس بموضوع التخلف عن تسجيل الموازنه. نعم. ضمن المهله او تاخير بتسجيلها بهالاطار كانت. يعني لو صار في تسويات، اذا بدك تسمح لي لو بدي اقطعك، قلت لي 65 ولكن هن 71 بالاساس. نعم. ال 71 يعني الست مدارس عملوا تسويات مع الاهالي، وال 65 بقيوا على وقوفهم لحتى تحولوا للقضاء، ولا كيف؟ هلا انا بدي استغل منبرك هون، بلش فضل. بلش بال بال بالايجابيه. تفضل يا اخي تفضل. وبدي ادعي الاهل والمعلمين. نعم. والادارات الى يتشاركوا بالحل، يتشاركوا بحسن النية. كان عندنا مشاكل هلا هاي الفترة، هو معروف عنه، مش رح اقول ابو ملحم بس من اللي بيسعوا للصلح، شيخ صلح، يعني. شيخ صلح دايما. صلح ايه، نشكر الله شيخ صلح دايما. الحمد لله. عم بحكي كان عندنا مشاكل. لا. بمدارس مسكرة. لا. اقفلت، معلمين الاهالي احجموا عن دفع الزيادة بسبب احكام صدرت عن قضاء العجلة. المدرسة وقفت الزيادات للمعلمين، المعلمين أضربوا. فتنا بمتاهة ما بتخلص. نعم. وما خلصت إلا بحوار، وقعدوا كليتهم على طاولة وحدة. نعم. والخطير اللي عم بيصير والما بعمره صار، هالخلاف بقلب المكون التربوي الواحد بين مين؟ الأهل والمدرسة والمعلمين. لأول للأسف مرة بصير. أول مرة بنوصل لهالدرك من الخلافات، لهالدرك من التطاول على. نعم. المؤسسات، أو من تطاول الأهل على المعلمين، لأنه عم ينحكى حكي على المعلمين منه حلو. وبدنا ننسى، ما بدنا ننسى أنه هاو معلمين أولادنا، وهاو أولادنا بيسمعوا منهم أكثر ما بيسمعوا منا بكتير مطارح، وهن نموذج لألهم قدامهم، إيدول قدامهم. إذا أنا بسمعني ابني عم بحكي عن أستاذه أو معلمته، ما بعرف شو موقف ابني بعدين تجاهه هالشخص. وصلنا لهون، وصلنا لهون ما بعرف ليه. يمكن القانون 46 اجى خبطه وحده، ما استوعبناه بايجابيه. ضربه على الراس يعني؟ ضربه على الراس. ايه تمام. الحقيقه بالحقيقه استاذ، انا بدي اعمل مداخله بس هيك صغيره على اللي حكيت. نطر يخلص؟ ايه عفوا. نطر يخلص، تفضل. عفوا. ما عدت مطول بقى. تفضل. بدعي عبر منبرك. نحن حلينا، كان عندنا مشاكل بأربع مدارس كبرى انحلت. نعم. وكان في مدرسة كمان كبيرة بالمتن انحلت.
ومدرسة بالنبطية انحلت، بس ما انحلت إلا بالحوار. لا انحلت بحكم محكمة ولا انحلت بتدخل سياسي ولا انحلت، انحلت اجوا قعدوا الأساتذة والأهل عفر الطاولة وإدارة المدرسة عفر الطاولة. طب ليش البقية؟ وتوافقوا مشان هيك عم بدعي عن منبرك نعم وبواسطة برنامجك إنه ما ندمر مدارس أولادنا. نحن آمنا بهالمدرسة، لو ما آمنا بهالمدرسة أولادنا مش فيها، ما ندمرها. أوكي. نقعد نتحاور نوصل لنتيجة بالحوار الإيجابي، بس ما نفوت من الأساس بالأفكار السلبية. أستاذ كامل. أستاذنا الكريم، أنا بدي صبحكم جميعا. أهلا وسهلا فيك. صباح الورد. نعم. بتلفزيون لبنان العزيز عقلبنا لكلنا. طول عمرك. أنا بدي أعقب على موضوع اللي حكي عنه الأستاذ عماد، موضوع الأهل والأساتذة. اليوم الأساتذة بإضراباتهم المتكررة عملوا توتر للعام الدراسي. لا. هل التوتر بالعام الدراسي الأهل نأزانين من العام السابق، الأعوام السابقة نتيجتها طلعت أولادهم بإفادات ما طلعت بشهادات؟ كلنا بنعرف هيدي الحادثة الشهيرة اللي صارت، ما انتسيت ما حدا بينساها، وعمل التأثير سلبي على طلابنا وعلى أولادنا. فنحن ببعض المحلات تمنينا على نقابة المعلمين إنه ما يأخذوا أولادنا للإضرابات، ما يضربوا، وتمنيت عليهم أنا بأكثر من محل وبأكثر من إذاعة إنه أضربوا بعد الساعة 3 ونحن بنقف حدكم. أضربوا بعد الساعة 3، عندكم قانون نافذ، أضربوا بعد الساعة 3 بنساعدكم لتاخذوا حقكم. ولكن بالنسبة للحراك اللي نحن بلشنا فيه كلجان أهل، وبالتحديد لجان أهل بيروت، أول من راح عند وزارة التربية، شو ضامنين معك سروين والفتوح وباقي المناطق؟ أول خطوة سطينا، لا كلكم سوا كلجان وقرارتكم واحد. نحن صرنا بهيئة حوار، نحن رحنا عند معالي الوزير، أستاذ عماد بيعرف، اجتمعنا مع وزير التربية، معالي الوزير استقبلنا مشكور، كان عنده جهود مشكورة، عمل هيئة الحوار. لو وصلنا اليوم طيب؟ نحن بلشنا بالحراك وقلنا كلنا دراسي لخمس سنين سابقة لكل الموازنات، ومفروض يكون في تحرك إيجابي بهذا الموضوع، والمدارس التي لا تلتزم ملاحقتها ومحاسبتها. هلأ في عندك كمان إذا طلبت، إذا أردت أن تستطاع فعليك بالمستطاع. يعني اليوم المدارس خلال فترة الخمس سنين أو ست سنين اللي ما زادت، إذا إجت بدها تزيد، نحن مش بالمطلق عم نقول إنه ضد الزيادة. اليوم وقت المدرسة بعد خمس سنين ما زادت وإجت زادت 500,000 أو 400,000 أو 250,000، هذا شيء بالمقبول، بيتحاور بيمشي الحال. أنتم مع القانون 515 بفهم منك يعني؟ نحن القانون 515 على 96، هذا القانون، قانون هذا ما حدا يكون فوق منه، نحن كلنا بدنا نكون تحت هذا القانون. ولكن نحن تمنينا على المطران رحمي، قعدنا معه أكثر من مرة، وقعدنا مع الأب مع المطران بولس مطر بهذا الموضوع، القيمين على المدرسة الكاثوليكية، وتمنينا عليهم أنه يعملوا مراجعة ذاتية. طلبنا مراجعة ذاتية لبعض المدارس، مش عم نعمم، لبعض المدارس، لأنه عم بيكون في شوية ظلم بالأقساط. ووعدوا، ولكن وجهنا نداءات، البعض سمع والبعض ما سمع. استاذ عماد، يعني البعض سمع والبعض ما سمع. هلا مصير الدعوه اللي رفعتها وزاره التربيه وتحديدا معالي الوزير على القضاء، ايمتى بدنا نسمع الاحكام اللي راح تصدر؟ هل هي قريبه ام بدنا ننطر للعام المقبل؟ اول شيء ما لم يذكره الاعلام، نعم تفضل، انه نحن اخذنا اجراءين. لهن؟ لانه الاجراء الاول اتخذ بناء لعدم توقيع لجنه الاهل، نعم، او شكوى من أهل على لجنة الأهل وعلى المدرسة مع بعض، أو نواقص بالموازنة. نعم. وهولي محكومين بالمادة 3 من 515 يلي كتار عم بحبوا ما يقروها. شو النواقص اللي عم نحكي فيهم؟ يعني عندك بيان عام صندوق التعويضات، عندك بيان الهيئة المالية، عندك محضر لجنة الأهل، هولي ما بيكونوا مضمومين. نعم. برجع بقول وبهمني هيدي يسمعوها، بيعرفوا اللي عم بقلهم إياها، انه في المادة 3 قبل المادة 13 بالقانون 515، لان البعض هلا حاطط هجومه على الوزارة مركز انه انتم يا تعليم خاص لم تقوموا بدوركم في جهة التدقيق بالموازنات والتثبت من صحة القسط المدرسي. نعم.
انا بقول لهم انه انتوا ما قمتوا بدوركم وضميتوا للموازنه توقيع رئيس لجنه الاهل ومحضر لجنه الاهل او بعض الشكاوى الوارده على الموازنه، منبلش بالماده 3 قبل ما نوصل على الماده 13. مع هذا وكله طلبت من وزير التربيه وجدت موافقه عليه، وهي المقاله الاعلام انه هال 71 مؤسسه يلي احيلوا قدام المجالس التحكيميه، وهلا بحكيك عن المجالس التحكيميه، في تكليف لخبراء يدققوا هول الموازنات تحديدا كمان، يعني الوزاره راح تعطي هالقسط مطابق او غير مطابق بعد تدقيق خبراء المحاسبه، مش نحن، انا إلي أن أستعين بخبراء المحاسبة بحسب المادة 13 من القانون 515. أحسب مين هون؟ أحسب الوزارة بده يكون. نعم. والوزير وافق على هالشيء. وهلأ في دفتر جديد لاستدراج عروض وبس نبلش فيهم إن شاء الله بنحطها. عم تحكي بس عن المدارس هيدول ال 71 ولا؟ ما عندنا مشكلة بغير مطرح. عندك مشكله بس ب 71 عندي ب 71 مدرسه من اصل 1094 مدرسه قدمت موازنات السنه. قد النسبه يعني ما في نسبه؟ يعني ما في 8% ما بيطلعوا، بس هن هول المدارس مع احترامنا لبقيه المدارس من كبريات المدارس، في مدارس كثيره كان فيهم اطباق، في مدارس كثيره لجأت للي حكيناه من دون ما نحكيه، لجأت للتفاوض والحوار مع الهيئه التعليميه ومع الاهالي، وصلوا لنتيجه. طيب وصلوا لنتيجه وما سمعنا شيء بمشاكلهم. نعم. في مدارس كبرت الخبريه دغري من اول الطريق، يمكن يمكن المؤسسه ما بدها تحاور، يمكن الاهل ما بدهم يحاوروا، يمكن المعلمين ما بدهم يحاوروا. نعم. ما بدأتهم حدا، بس برجع بدعيهم التعقل التعقل التعقل، لانه في مدارس عطلت كثير. ايه؟ صاحب السعاده يعني اللي سي 15 يوم واكثر عطلوا، هي يعني ما راحوا من حساب التلاميذ. كيف انحلت؟ كيف انحلت؟ بس قعدوا على نعم. على طاوله وحده. لمصلحه مين كان الحل؟ لمصلحه التلاميذ، رجعوا التلاميذ على المدرسه. نعم. وكل شيء هلا عم ينحل على السكت، كل شيء عم بندرس هسه. هيك عم بقولوا نعملنا اضراب، المتضرر الاول والاخير طالب ابننا، واذا قلنا بدنا نعوض له بكره جاي ايام صيف وجاي امتحانات رسميه، ليش بدنا نعيش اولادنا دائما كل سنه عندنا هزه وعندنا ازمه، نعيش الاولاد هالازمات هيدي. هلا المدارس لاي متى هالسنه بتخلص؟ نحن هلا المفروض طلاب المرحله المتوسطه التاسع اساسي والثالث ثانوي يكونوا عطلوا، لان نعم. الامتحان ب 30 ايار ببلش الرسمي، وباقي الدوره باقي يعني 15 20 25 حزيران. نعم. سوري انا بس بدي اقول شغله، قول. بالنسبه لمجالس التحكيم اللي حكي عنها الاستاذ عماد، مجالس التحكيم لازم يكون موجوده بكامل اعضائها بكل المناطق. شو عم بيكون؟ نتمنى شو عم بيكون؟ نتمنى تعيين مجالس تحكيمية بكل المناطق بكامل أعضاء. مضي مع الوزير مشروع المرسوم بتكليف، حط إصبعه على الجرح يعني. أنا قلت لك رح أحكيك عن المجالس التحكيمية، يعني رح يسألوا عنه. لا سوري مش مشكلة، لا لا نحو مشروع المرسوم برئاسة الحكومة. نعم. مع أسماء الأعضاء، مع أسماء القضاة. عادة اقتراح من مين؟ من معالي الوزير؟ من معالي وزير التربية ومعالي وزير العدل. نعم. لأن في القضاة وفي الأعضاء، ممثل نعم. عن لجان الأهل، ممثل عن الأهل مش عن لجان الأهل. انتهينا منها وممثل يعني؟ هلا ناطرين الفرج يعني هيدي الحكومة. هيدي متوقع شيء ما بدها ما بدها جلسة، ما بدها تنعرض على جلسة. ما بدها. خلي مشان هيك صرنا نقولها نحن بنشدد. طب بالإذن بس إذا دخلنا مرحلة تصريف الأعمال بنضل فينا ننطر ولا خلص؟ منا من الأعمال التقريرية. هلا ما راح اقطع واعمل دستوري انا، لا ولكن احنا عم نسال ان شاء الله هلا قبل ما نفوت بتصريف الاعمال يكون متفائل يكون يعني ممضي. ماني متشائم، هذه المره الماضيه كنت متشائم نظرا للاضرابات اللي صارت. نعم. اليوم انا بعتقد العام الدراسي راح نخلصه ان الله راد بخير، وصار الكل عنده الوعي نخلص العام الدراسي بخير، بس المشكل في العام الدراسي المقبل. نعم. في مشكل بما سيحمل لنا، نحن قلنا العام الدراسي هيدا يا استاذ نقولها، خلينا نسمع ويرجعنا. هيدا العام الدراسي رغم انه قطع ورح يقطع، بس قطع بين الالغام. نعم. قطع هيدا العام الدراسي بين الالغام، اضراب الاساتذه وتوتر. مين كان مفكك هذه الالغام بهالمرحله؟ نحكي منطق. الحوار والتفاهم والناس العقلانيين يلي قعدوا مع المدارس وحلوا الامور مع المدارس ومع الاهالي
ومع طب في كثير ناس هلا عم بيشوفونا ومع التمنيات اللي احنا تمنيناها بعد هذه الاطلاله رح يتغير شيء على يوم نحن عند المرجعيات وقلنا لهم راجعوا حساباتكم لانه بيقول لكم 65% و35% بطل في شيء اسمه 35% بكل المدارس اللي انمضت وراحت ال 1094 مدرسه ما في شيء اسمه 35% مصاريف اداريه بالمدرسه غير ال 65% للرواتب ال 35 كشت صارت 18 وصارت 14 وصارت 12 في بعض المدارس مشان هيك هان الحمل على الكتاف وتحملته الاهل نحن خوفنا انه المجالس التحكيميه اللي عم نقول عنها نتمنى تمني شديد اللهجه انه تتعين اعضاء بكامل المناطق بشكل منصف ولكن قديش عددهم مفترض يكون لانه نحن هلا 8 خوفنا نحن خوفنا هو الكبير مش بس هن لازم يكونوا 8 بس بعد لانه محافظه عكار بعد ما في مركز بعد وما في بعلبك الهرمل بعلبك الهرمل فيه النبطيه جنوب المحافظات الباقيه هيدا خوفنا نحن انه يكون هيدا الشيء موجود لان مش بس تداعيات سدس تداعيات 46 في عندنا مشاكل كثير كبيره هلا درجات الست في عندك يعني. صرف اساتذه مشاكل مع الاهالي هيدا العام الدراسي رح نحكي ولكن انا برجع بقول انه الناس اللي هلا عم بيتابعونا يعني بعد هذه الاطلاله شو رح يتغير عندهم بده يحسوا حالهم انه هن مرتاحين على قاعده انه الحوار سلك طريقه بين كل الاطراف ولا شو لك قتلنا 15 سنة بلبنان الحديد والنار ما حدا ربح حدا بس قعدنا تحاورنا قربنا لبعضنا وهيدي هيك بلشنا بالحرب طب ليش عم بتخوفني من اليوم على السنة اللي جاية هي لأنه السنة الجاية بده يجي يعني وين رح تبلش وليجي مدارس بك تقول لك أنا عندي درجات زيادة بدي اطلع ليه دراسة درجات الست شو الست درجات غير الست درجات عندك الدرجات الطبيعية في درجات استثنائية بتستحق هذا بتستحق لك المعلم كمان حنرجع نفوت بالدوامة حترجع تفوت بالقيتون زيته طب شو الحل؟ انت طرحت شغلي بس طب نقطع عنا نعم انه مين فكك هالألغام طبعا لا شك بالإشادة هون بدور كتير مهم لوزير التربية لانه لو ما مروان حمادي مع احترامي لو ما الأستاذ مروان حمادي يكون هو وزير التربية بهالمرحلة ما كنا قطعنا يمكن ألغام زيحة الوحل زيحة الشتاء ما بتعرف وينها نعم وقدرنا نقطع منها ونوصل لنرجع نطرح الحوار وضل رجل الحوار ودائما يطرح الحوار طب اسمع لي اذا بدك تسمح لي صاحب السعاده مع علي طلب كثير يكون في جلسه مجلس وزراء تربويه ومصاري وكثير علقت عليها امال وكثير كانوا عم يقولوا انه هي رح تكون الفرج رح تكون بدايه الحل ورح نرتاح ورح تنفس التعقيدات مش رح اقول لك جاوب عنه ولكن المعطيات يلي عندك ليش ما صارت الجلسة؟ استبدلها بطرح تقدم فيه لجهة تقسيط الدرجات الست لاقت وتوزيعها هلأ موجود نقابة المعلمين هلأ لا هو انطرح يقطع بمشروع الموازنة ما قطع هذا المشروع خاصة أنه في سنة تأخير وحكينا عنها بالحلقة الماضية مع النقيب هون بس مجرد ما تطرح فكرة ولو صار نقاش سلبي حولها نرجع نطرحها من جديد نرجع نخلص الاشياء مشان هيك عم بقول لك بما انه هالمدارس اللي كانت موجوده وكنا خفنا نفوت بعدد اكبر من المدارس بخلافات اكثر من المدارس هالشيء صغر وداب برجع بقول الحوار كان اساس بالحلول بين الاهل وبين الادارات نحن عم نعلم اولادنا بهالمدارس لانه واثقين فيهم بقى خلينا ننتبه اللي انا يعني بدي اقول لك كل الناس اللي هلا عم يتواصلوا معنا يعني حتى على الواتساب انه مفترض تطلعوا على التلفزيون لانه كل القضايا اللي عم توصل لعنا نحن ممكن انه نشرحها ممكن نمرق سؤال ولكن حيثيه الحوار بتكون مع المسؤول مباشره يعني طبعا اسئله كثير عم تردني لي انا ولكن كنت بتمنى انه لو كانوا معنا على الهواء اللي بدي اقوله الموضوع اللي هلا نحن عم نحكي عنه اليوم برايك من خلال كل المعطيات موقف نقابة المعلمين كيف رح يكون مع مطلع العام المقبل هل فينا نقول انه رح يكون كمان التصلب للمعلمين اللي بيعتبروا السلسلة والدرجات وكله حق لهم رح تكون انه رقم صعب نقدر انه نتفاهم نحن وياهم على حله ولا ايضا في له حلول مرتقبة كما قال الاستاذ القانون القانون شمسية الكل في قانون نافذ في قانون رقمه 46 نعم هذا سقفنا كلنا هلا بيجي تعديل لإله وبعدين بيجي اقتراح مشروع قانون تاني هيدا موضوع ما حدا بياخد سمك ببحر
الأساتذة ما هم سلبيين، لا. وشفتوا النقيب معك بالحلقة الماضية ما كان سلبي، وسألته إذا في تحركات أو في إشياء سلبية، هلا قال لا ولهلا ما هم سلبيين، وأكيد أنا ما رح يكونوا سلبيين، لأن هن كمان عم بيدعوا للحوار، وهن عم بيقولوا نائب المعلمين عم بيقول لا. المدرسة ممكن أنا أتدخل فيها بين المعلمين وإدارة المدرسة والأهل، أنا حاضر أتدخل. لا. مش عم بحكي عنه لرودولف بس، هيدا جو لرودولف أو هي جو النائبة، هن مع الحلول ولو فرادة. طبعا هيدا الموضوع اللي عم نحكي عنه من الأسئلة اللي عم تورد، عم بيقولوا أنه الأهالي اللي دفعوا زيادة أقساط ببعض المدارس شو رح يكون مصير؟ اللي دفعوا زيادة أقساط وتم إحالتهم للمجالس التحكيمية. نعم. وهي صارت قبل، مش عم بحكي شيء. نعم. عم بفترضوا. أوكي. نحن بال97 أحلنا إحدى المدارس قدام المجلس التحكيمي التربوي، وطلع حكم المجلس التحكيمي التربوي قضى بوقف الزيادة وإلغائها. كل الأساتذة اللي دفعوا، كل الأهل اللي دفعوا الزيادة احتسبت الزيادة قيمة من القسط يلي بده يجي، ويلي بده يفل نعطي وهيك صار. يعني بدي اقول لك استاذ كامل، كل الناس يعني وقت اللي بيلوموا المدارس، البعض منهم بيلوم صمت وعدم قدره وفعاليه لجان الاهل. انتم مبدئيا بهذه المرحله الصعبه، والكل بيعرف انت الظروف اللي عم بتواجهها، كيف ممكن نوصل لمرحله نقدر نكون فيها راضيين ضميرنا مثل العادي وراضيين كل الناس، لحتى نقول نحن عم نساعد بتفكيك بعض الالغام اللي اشار استاذ عماد قال انه معالي الوزير كان له الدور الاكبر فيها. نعم. نحن كلجان اهل وواضح الامر ب 1094 مدرسه، نعم 71 مدرسه راحت مجالس تحكيميه لانه في خلاف بلجان الاهل على بس نسبه الطلاب، يعني بالعدد مقابل ما توقعت المويز، يعني نسبه قليله جدا. هذا يعني انه في دور للجان الاهل وما حدا يتنكر لهالدور، وفي ضغوطات على لجان الاهل. سؤال منطقي بيقول ما في شيء اسمه ضغوطات على لجان الاهل، في لجان اهل بتقرا موازنه بحسب القانون 515 على 96. نعم. بتشوف وضع هالموازنه وعلى اثرها بتحكم، بتعمل على الشيء مقتضاه. نعم. ولكن اذا كان في لجان اهل، ما بعرف، يمكن يكون في لجان اهل مفبركه، يمكن يكون في بعض مدارس مفبركه، يعني ما فينا نعمم تعميم، ما فينا نقول بس. ولكن وقت بتحكي 1094 مدرسه، 71 منهم مدرسه فيهم مشاكل، الباقيين ما كان فيهم مشاكل، هذا يعني انه الامور سالكه مع المدارس. رغم انه نتيجه الحوار يلي كان عرابه ومؤسسه معالي وزير التربيه، من بنشكره عليه، مروان حميدي، استاذ مروان حميدي، تحيه كثير كبيره استاذ مروان حميدي. نعم. يلي معالي الوزير كان له دور فعال بهذا الموضوع، لاول مره جمع الجسم التربوي المؤسس من ثلاث عناصر اللي هو الاهل والهيئه التعليميه والمؤسسات المدارس. بدي اقطعك يا كامل هون. اول شيء ما في شيء اسمه لجان اهل مفبركه، وما في شيء اسمه مدارس مفبركة. ما عم نعمم نحن. عمم او خصص، ما عنده مشكلة. عم نعمم. أول شيء بالانتخابات النيابية اللي حصلت. نعم. هلا كل الشغل كان على نسبة الانتخابات. وطلعت نسبة متدنية. نعم. مش هيك؟ وبلجان الأهل شبيه مراية، يمكن تاست للانتخابات بيشوفوها. صحيح. ساعة اللي بتدعي المدرسة لانتخابات لجان الأهل. قلت أكثر من مرة. لا حدا بيترشح. مزبوط. ولا حدا بيجي، وإذا حدا ترشح بصير بتواطئ مع الإدارة، وبتصير قابض من الإدارة، وبتصير عامل مسوي بصير ما بيقبضوا منه، وبصير كلها لجنة الأهل تستمد قوتها من الأهل مش من مطرح تاني. نعم. حتى القانون 515. أوكي. من أخطاء ومن نقاط ضعفه عدم حماية لجنة. نعم. الأهل بياخد من هون، برجع مرة تانية بحذر المدارس، اي اجراء بحق الاولاد، اولاد لجان الاهل، في لجان الاهل اولادهم بالمدارس، اي اجراء بحقهم وزاره التربيه ما حتسكت. هذا الضغط اللي انا قصدته، وزاره التربيه ما حتسكت عنه. القانون واضح كمان، وهن. نعم. بيعرفوا القانون بالماده تبعه، انه لو حصل نزاع قضائي بين الاهل والاداره مفترض الولد ما خص الطلاب. طب سيدي اذا بدك تسمح لي اليوم بدي يكون شوي
مش ناقل الكفر بكافر، ولكن قرأت وبدي منك توضح لي، لأنه يمكن الناس اللي بيقروا بيصدقوا. يعني في جريدة الأخبار بتقول أنه بتبرير من موظفين بوزارة التربية وعلى أبواب الامتحانات الرسمية تنشط دكاكين التعليم يلي عم تعطي إفادات مزورة لترفيع طلاب راسبين وتسجيل آخرين وهميين لقاء مبالغ مالية كبيرة ضخمة. شو رأيك أنت باللي قرأته؟ أول شيء أنا يا ريت بحط الأدلة تبعه. نعم. هل كتب المقال؟ نعم. وأنا شفته هذا المقال وحققت فيه. نعم. وراح أرفع تقرير لمعالي وزير التربية. سموا مدارس. وأسسوا وأنا حققت فيه المدارس. مليون دولار بس إفادات. سموا مدارس مزبوط. نعم. وطلع تاني نهار كمان، ما بعرف إذا قريت أنت. نعم. خلاف عائلي يسبب بأزمة تربوية. نعم. إنه واحد خاطب وحدة زعل منها، قام نشر هاي على صفحة الفيسبوك، قامت الصحفية المعنية بالمقال نقلته مثل ما هو على الفيسبوك ونشرته. مثل ما قلت لك مداينة. طب اليوم مداينة. طب بالموافقة الاستثنائية اللي هي بإيد سعادتك شو يعني موافقة؟ أنا ما بإيد سعادتي. في شيء اسمه موافقة استثنائية؟ أنا ما عندي موافقة استثنائية. الموافقة تعطى من وزير التربية فقط. طب أنا لا أوافق. طب هني كاتبين مقررين، يعني إذا بتسمح لي، يعني بيقولوا إنه اليوم الموافقة الاستثنائية من مصلحة التعليم الخاص بوزارة التربية بيتقدم فيها طالب الرخصة لفتح مدرسة خاصة باعتبار أن وزارة التربية تتأخر في الإجراءات ولا تتقيد بأي مهلة للمخاطب ومخاطبة الدرك والأمن العام. الأمن العام له علاقة هون؟ أمن عام ومحافظ وسجل العدلي والمحافظة. ولذلك يقترح رئيس مصلحة التعليم الخاص اللي هو سعادتك الموافقة على عمل المدرسة استثنائيا على أن تتعهد بالإقفال في حال عدم إتمام المستندات، وكلما تأخر الوقت واقتربنا من نهاية العام الدراسي يصبح وزير التربية مضطرا للموافقة والعمل برأي المصلحة. أكل إن صرت معود عليها الصحفية. نعم. إنه مش مضمون. تكتب مثل ما بدها. نعم. يا ريت تتأكد مصدر. طب بس في مواضيع عم بتطلعك أنت شخصيا. مصدر ما عندي مشكلة. ليه تسكت عليها؟ الشجرة المثمرة كل العالم ترشي قبل الحجارة. بس توضح للناس وللأجيال. واضحة جدا. الموافقة الاستثنائية اللي عم تحكي عنهم. نعم. إجوا من الطابق الـ15 اللي هو طابق الوزير. نعم. لعندي نزول. وفات الست إنه في مدير عام للتربية كمان موجود. استفادي قبل قبل, قبل قبل رئيس المصلحة. نعم. بلشت الموافقة من عند وزير التربية اللي قال مع الموافقة، وصلت لعند المدير العام اللي قال مع الموافقة، لو وصلت لعندي أنا أبلغت الموافقة. أنا كنت بريد عم بلغ الموافقة، مش أنا عم بعطي الموافقة. طب سيدي، ومصير الحملة اللي تبنيها وزير التربية السابق اللي اسمه صعب بال 2016، في مدارس لازم تسكر لليوم ما سكرت، كمان محملين مين قال ما سكر؟ نعم. المدارس اللي بده يسكرها الوزير سكرها. نعم. بوقتها في مدرستين سحب لهم رخصهم. ايه، وهن هلا موضوع نزاع قدام مجلس الشورى. نعم. لا بالعكس، الحمله اللي بلش فيها ببعض المطارح وصلت وصلت لخواتيمها. نعم. ابدا. يعني سوري، بعض وسائل الاعلام، البعض وبعض الصحفيين اللي بيكبوا دينة، اللي بسمون ام دينة، ما بدي ايدها المرة الثالثة. شو قصة الام دينة؟ يلي ام دينة يلي بتسمع بدينة وحدة وما بتسمع بالدينة الثانية وما بتسمع للشخصين المعنيين حتى تقدر تحاور. نعم. الصحفيين مفروض يطيعوا الأمر. نعم. بكامل جوانبه قبل طرحه حتى حفاظا عن مصداقيته. أنا سألك المحترم يعني وعارف أنه كيف رح يجاوب حفاظا عن مصداقيته. لذلك أصلا مثل ما بقول هو، لو أنا بدي أكون صحافة وما عم بزم بحدا. نعم. عم بحكي عني، إذا بيكون موضوعي ببلش ساعتها مع عند وزير التربية. ما ترك حدا من شره هيدي يعني مين وهيدي كيف. بعدين ما ترك حدا من شره، هي تناولت فيما سبق لجان الأهل و... نعم. وتعرضت لكرامات الناس. شو سميت لي إياها؟ الإم ديني والصحافة الصفراء. نعم. ما بتميز بين الأسود والأبيض. نحن هون أنا بدي أتدخل بمداخلة صغيرة. تفضل. نحن في بعض مدارس أخذت إجراءات بحق لجان الأهل و سألتك من شوي إذا تعرضتوا لضغوطات، قلت لي لا. نحن في بعض المدارس تعرضوا وبعد ما حكي ساعدتوا هلا عم بتقولي تعرضوا الأهالي، مدرسة أي. الحكمة ومدرسة انترناشونال كوليدج بالعين عار تعرضوا لبعض، بدي سمي لأنه تعرضوا لبعض الأهالي وهذا التجريح ما لازم يكون للأهالي بهالطريقة هاي. ونحن بدنا نوقف جنب الأهل حتى ما يتعرضوا، إذا كان ما قدر دفع
بيكبوا له اولاده برات المدرسه او يتعرضوا لبعض رجال الاهل. لا بس اليوم الوزاره حدكم بدنا يعني وقالها بكل صراحه وبكل جديه. بدنا نميز شغله. نعم تفضل. التعرض بالكلام شيء صار بين كل الاطراف. اوكي بس انه المعلمين تعرضوا اليوم ما قبلوا يسجلوا اولاد المدرسه تعرضت والاهل تعرضوا. هلا اليوم انا ادعو وبرجع بقول مدرسه الحكمه ممنوع يسجلوا حدا. ما بدنا نجيب سيرة حدا ولا ولا نسهر بحدا. خلينا كله بينحل بوقته. بوصف حقائق يعني بوصف ما يسمي بس ونحن بس تعرف لا 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 معلش للأمانة معلش وللأمانة بدي سمي عندي كثير أسامي بس ما في سمي للأصول وللأمانة نكون واضحين. في نزاعات قائمة ما تقلي الأهل قصروا بحكيهم بحق المؤسسات عملوهم سرقين وحرامية ونصابين والسوس وتجار هيكل ومدري شو ما قصروا بحكيهم. أنا عم بدعي وما بدنا نكب زيت على النار من جديد. عم بدعي نهدي النفوس. لو انحكى بيوصل إنه الطلاب هني يتحملوا المسؤولية. لا ما أنا ليش عم حزن ليش عم بقلهم ممنوع تاخدوا أي إجراء بحق التلميذ. ونحن كمان تفاجأنا بمحل من المحلات بنقابة المعلمين. نعم نقابة المعلمين انه ما اخذت موقف باضراب الاساتذه بهالمدرستين. يعني صار في هالمدرستين هيدي نقابة المعلمين ما اخذت موقف. نعم مش مزبوط. نقابة المعلمين تدخلت وكنت انا عم بتواصل انا وياها كنت عم بتواصل مع النقيب لنحل الإشكالية لأنه اعتبروا هني علاقتهم جيدة مع المدرسة مش مع الأهالي كان بالمؤسسات الكبيرة. نعم. الأربعة اللي حكيت عنها اللي سيد. نعم. بالعكس ما بدنا برجع بقول منا جايين نخانق حدا ولا جايين نقتل. نحن جايين نطلب كل الناس تمد إيدها لبعض غير هيك ما حنوصل مطرح. هيدا اللي بتوقعوا بالختام يعني شو نحن كنا نتمنى عليهم ياخذوا موقف بهذا الخلاف اللي بالختام كانوا عم يحكوا مع المعلمين يا استاذ كامل تحت الهوى مش ضروري كل شيء نشر بالاعلام بس كانوا ناشطين جوا عم بيجربوا يقربوا يقربوا. ليش بعيد عن الاعلام يعني الاعلام هون ما هلا هن 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 انه اذا عملوا اجتماع انه بتعرف انه اوقات بيكون في اجتماع عم بينعمل في شيء بيطلع على الاعلام بينزع كل شيء. مش الاعلام معناته عاطل بس يمكن بدك سرية بمطرح لا تعلم بعدين النتيجة إن شاء الله. بالختام شو بدك تقول؟ أنا بالختام بس بدي أتمنى تمني خاص تمني خاص وقلته قبل وبدي أقوله هلأ وبدي أقوله بكرة. تمني لمين وعمين؟ للدولة الكريمة للمشرعين. نعم. لكل للمؤسسات كلها اللي بتعني بهذا الملف التربوي. نعم. هيدي معضلة يتخبط فيها 1094 مدرسة نصف الشعب اللبناني المسبقة في المعلم. ليش لا؟ 1094 مدرسة عم بحكي عن موضوع. ايه بس من 71 اللي عندهم مشاكل كل ستة عم بحكي عن المشاكل اللي بدها تجي بالسنوات السابقة. نعم. بهالزيادات وبهالدرجات السنوات اللاحقة في. نعم. مشاكل بدها تتأتى علينا فيه. نحن بهمنا انه يكون في فصل وهيدا الشيء يلي انا طلبته مصر على مطالبة فيه. نعم. فصل للتشريع مش كل ما كان حارس ببلدية باعلى جرود عكار ما رح يقبل رودولف رح يقبل بده ياخد رودولف كان مع فصل التشريع بده ياخد زودي يجي الاستاذ بده ياخد وقال لك عنه مرة الماضي يعني هيدا الشيء بفصل التشريع فصل التشريع يعني اليوم التمويل القطاع الخاص هيدا الدواء يلي لازم يكون له هذا الحل لهالمعضلة وصلت فهذا التمني الوحيد وصلت الرسالة. محترم بالختام شو بدنا نقول للناس اللي عم بيتابعونا هلا؟ بدنا نقول للناس انه هاي بيت اولادنا الثاني. نعم المدرسة اللي قعدنا ابننا فيها وسجلناه والأساتذة هاو مثل اماتهم وبياتهم. انا بقول كلمة لابني يمكن ما بيسمعها اكثر ما بيسمع من معلمته أو من أستاذه بيتأثر فيهم. إذا منسيق لقلهم بحكينا ببيتنا هالولد حينقل هاي الصورة ويعكسها وعم نكون عم ندمر مجتمع عم نكون عم ندمر منظومة تربوية. بطلب من الكل وكلنا موجوعين نمد إيدينا لبعضنا بالأزمات بس نتكاتف حدا في يكسرنا. أنا بدي أشكرك. شكرا لك. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي. رح نتابع معكم برنامجنا بعد هذا الفاصل بريك وبنرجع سوا. وبالختام أصدقائي رح نكون سوا مع ريبورتاج عن إطلاق سياسة حماية البيئة أو حماية التلميذ في البيئة المدرسية. أطلق هذه السياسة معالي وزير التربية والتعليم العالي مروان حميدي. مع الريبورتاج بنوصل لختام حلقة اليوم. تنلتقي معكم بكرة بحلقة جديدة. إلى اللقاء.
موضوع حماية الطفل هو له أهمية كتير كبيرة، لأنه من خلال حماية الطفل فينا نساهم أنه الولد يقدر يكون عم بيتعلم ببيئة تحميه، وهذا الشيء بيساعد أنه هو يعزز عملية التعلم تبعه بطريقة جيدة. وهذا الشغل ما نعمل بس هالسنة، هو صار له سنتين مبلش من قبل وزارة التربية، وكان في دعم لليونيسيف، وكان هذا الشيء ما كان قدرنا نحققه لو ما الشغل والجهد يلي انبذل من قبل وزارة التربية، من قبل الجامعة اليسوعية، من قبل الممولين يلي هن كتير كمان ساعدونا تنقدر نحقق اللي احنا فيه. بشرنا العمل من سنة الماضي بدعم وزارة التربية على أنه تبني قدرات الجهاز التربوي والأكاديمي والإدارة بقلب الوزارة، تيقدروا أولا يشتغلوا على خلق بيئة حامية للولد، بس كمان وقت يكون في حالات عنف يكون في إجراءات موحدة واضحة تا كل واحد يلي بيشتغل مع ولد يقدر يعرف شو كيف يتصرف بهالحالة. وزارة الصحة بتتعاون مع وزارة البيئة بإطار الصحة المدرسية، وهيدي إلها علاقة بالبيئة الصحية وبالتثقيف الصحي للتلاميذ وحماية الأطفال والأولاد بالمدارس خاصة من قضايا العنف. وعندنا برنامج الصحة العقلية اللي هو كتير نشيط بهالمجال، وفي تعاون دائم بين وزارة الصحة ووزارة التربية بالنسبة لموضوع حماية الأطفال بالمدارس وتوفير بيئة صحية ملائمة لهم. كان يقابل منشدد على الزملاء والزميلات انه ممنوع العنف اكيد بكل اوجهه، خاصة هلا السيستم التربوي بالمدارس الخاصة والكبرى يعني كمان لا تغيرت الامور كلها سوا، وصار فعليا التلميذ شريك، مش انه حدا جاي يقعد لحتى ينقمع، او النظام العسكري المرصوص عم بخف كتير بالمدارس كلها، عم بيصير شوي نشتغل على نفسية التلميذ انه يكون مرتاح لا يقدر يوصل له المادة التعلمية. المتعلم جزء من بيئته التربوية المدرسية، كما هو جزء من عائلته ومجتمعه، وبالتالي فإنه ابن هذه البيئة التي يتأثر بها هو قبل أن يصبح قادرا على التأثير فيها. فالمنظومة التربوية التي تنتمون إليها حاملة للقيم، وإذا كانت البيئة المدرسية غير مؤهلة لترسيخ هذه القيم في سلوكيات المتعلمين، فإن كل الجهد التربوي القيمي والاجتماعي وحتى الثقافي والوطني يصبح جهدا ضائعا. إن النقص ليس في النصوص الدستورية والقوانين، قيل ذلك مرارا، إنما في أهلية البنية التربوية والبيئة المدرسية، وأكثر منها البنية المجتمعية في هذه الأحيان بعد كل هذه العقود من الحروب والتجاوزات والكيدية والكره التي يجب أن نضع حدا نهائيا لها لنمكنها ونقدرها على توفير مناخ سليم تعيش فيه وتنمو وتزدهر. من هنا فإن سياسة حماية التلميذ في البيئة المدرسية كما حماية المواطن في البيئة القانونية والأمنية والمجتمعية عمل بالغ الأهمية. إننا مدركون تماما انعكاس الممارسات الاجتماعية والثقافية والعنفية أحيانا التي تتم في الشارع على البيئة المدرسية، وبات الجميع يعلم أن المناخ المدرسي الإيجابي هو مناخ يعزز التماسك الاجتماعي الذي يقوي العيش الواحد. وأشكر جميع الشركاء الداعمين والتربويين الذين عملوا من أجل إصدار هذه الوثيقة ومن أجل توفير بيئة مدرسية سليمة ومعافاة. مبروك لنا جميعا إطلاق سياسة حماية التلميذ في البيئة المدرسية.